عمري ما صدقت فيكم ولا في السحر، لكن ايش رماك هالمر؟ ما فيش امر من قعدة الولاية. خدامك يا ست الناس. شوف ريحة بنتي عندك وتشوف مين عمل لها حاجة وتفكها. قولي يا رب وانا اخدم الامرة بعيني. خد، ولو فكيته وربنا عدلها لها ليك عندي خير ما يخطر لكش على بالي. بعيد عنك شامم ريحة ناس عفشة من دمكم ترهينكم. مين؟ لما هما يقولوا لي هقولك وفقكم ان شاء الله. وزي ما نبهت عليك لو الشيخ اسماعيل او حد من البلد حس هقطع فرطك. خوف انه يعرف اكتر من خوفك. اتوكل من مطرح ما جيت من الباب الوراني، ما توخرش عاوز احل قريب. اطمني. سلام عليكم. مين اللي ماشي وكشف شعرها دي؟ دي ليلى بنت. بنتي؟ بنتي كيف؟ مين اللي عمل في بنتي كده؟ ليه كده؟ ليه كده يا بنتي؟ ليه كده؟ ارفع يدك يا عم. ليه كده؟ بس خلاص. ما انت اللي عملت فيها كده. خد يا بنتي، خد الغطا تروح. خد الغطا تروح تخش جوه. اوعى. خش جوه. والله مش في يدك عليه. خش جوه. ابو ابراهيم يا ولد. خش. سايبه بنتي تطلع حركه وراسها عريانه يا شمس. ما شفتهاش والنبي ما شفتها. وما قاعده بيتي بتعمل ايه؟ بتحرسي مين؟ طلعت من غير ما احس. يعني لو انا خالها ما شفناهاش كانت البلد كلها شافتها وهي حافيه وراسها عريانه يا شمس. والله لولا معزه اخوك عندي ده كنت رميت عليك اليمين بالثلاثه دلوقتي. اطلعي اطلع خشي اوضتك. خشي اوضتك. خش خش عليكم دم. اهدى وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام. شايف يا همام اخرة العند؟ شايف عملت فيا ايه؟ عملت فيك ايه يا اسماعيل؟ مشيت كلامك علي وطلقتها من الاولاني والتاني وجبت لي شيلني الطين فوق راسي وقعدت جارك. ده انت اذتني يا همام اذى ما حدش اذاهوني في الدنيا. يا ابوي انا غلطان صح؟ كيف اطلق بنتك من راجل محترم؟ سابها وسط الطريق وطار كيف الحريم. والتاني ما فيش احسن من كده، كان ناقص يجيب خبرها. وجابر هو اللي يستاهل الذبح عشان رجعها بيت ابوها. كل جريمته انه رجعها بيت ابوها. كنت لازم اكافئه بالموت. سيبني في حالي وهمي يا ولد عمي. وماله جابر؟ ما تجوزها له بدل المرار اللي بنتك فيه. وبعدين يا شمشه اسكتي. والله ده انا اموت ولا جوزها للغريب. وماله الغريب؟ مش احسن من الفضايح؟ لما اختك يا شيخ العرب بدل ما رد عليها رد عفش. اسكت يا شمس. خلص الكلام. عيب عيب يا همام ولا انا فيه ده مش عيب؟ الظروف ما تخليناش نغلط ويا بنت ابوي. خلاص الرجاله حكمه والولايه تضيع. يا رب يا ابوي. سيبيني مع جوزك ولم دورك يا شمس. اطلع اطلعي بقول لك. ايه اللي جرى في مخك؟ ايه اللي جرى في مخك يا ليلى؟ ايه اللي صابك يا بنت بطني؟ مين واقف لك؟ مين معجدها في وشك؟ مين يا رب؟ مين يا رب؟
اسمع اسماعيل، تشك لحظة واحدة اني احبك اكتر من اي حد؟ لا ما شكش. زين، وبنتك دي بنتي وانت اخوي. ايوه عارف. دلوقتي وقدام ربنا وما فيش بينا تالت، بنتك عيانة يا اسماعيل، وقريت عياها في جسمك، عياها باين عليه في روحها، ودي عالة وزاد ملوش علاج. والعمل عاوز توصل لإيه؟ أولا الضرب والإهانة ملهمش عازل، هيزودوا الطين طين. أسكت لحد ما تجيب لي العار. اسمع يا إسماعيل، في هوارة كلها مفيش أكبر مني ومنك، ولو أنت عاوز تبقى راجل وجدع وتكسر تجاليد ملهاش عازي، هج في جارك وهجوزها لجابر، وان شاء الله يقعدوا برا البلد. تموت بنتي يا همام وادفنها بيدي في التراب، ولان وطت راسي للغريب. ابدا، اشمعنى دلوقتي؟ ما انت اللي زمان قلت زي جابر ده مين، دلوقتي تجاليد ملهاش عازه؟ عشان دلوقتي غير زمان. زمان كانت بنتك صغيره وعليها طلب وبعقلها، لكن دلوقتي صعبت علي، بيجي خوفي عليها من العيه اوعر من خوفي عليها من الغريب. بنتك لو فضلت كده هتموت يا اسماعيل.